أهم اليوم جبت لكم ترند جديد اللي هو ترند السريلاك مع تشاكلة بلجيكي، تجيبون تشاكلة بلجيكي كوب ونص وتذوبونه بالميكرويف لمدة دقيقتين، تجيبون السريلاك وإذا ما عندك اسرقوا السريلاك البزران الموجودين في البيت لأن أي شيء لذيذ يستاهل التضحية. فايش؟ تحطون كوب وربع سريلاك يا سلام عش تشوكلت اللي ذوبتوه وتقدرون تخلطون 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 مرة لذيذ أنا في عقليا قلت أكيد بيطلع مرة شيء أسطوري وفعلا طلع مرة لذيذ طبعا جيبون السيليكون اللي فيه حفر كثيرة وتضبطون الشكل القبيح بالملعقة تحطون شوية زيت وتمسحونه ويضبط معاكم هنا تجيبون الأشكال تحطونها على السريلاك كمان عشان يصير تناغم وتداخل سريلاكي جميل جدا تحطونها بعلبة أو صحن واي anyway, الموضوع يحتاج القهوة سعودية يا سلام ثم تقديم ثم أعوى في جربوه